دعا وزير الخارجيه الأمريكية الحكومه السعوديه الى القيام باي ملاحقات قضائيه بشان الفساد بطريقه عادله وشفافه جاء ذلك خلال محادثات عقدها مع نظيره السعودي عادل الجبير حسبما اوضحت المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الامريكيه هذر ناورت كما اضافت ناورت في سياق اخر ان القائمه باعمال السفاره الامريكيه في الرياض التقى يوم الاربعاء الماضي بسعد الحريري الذي استقال من رئاسه وزراء لبنان وهو في السعوديه